من جوا وبرا مع الدكتور جوال حكيم. كل أسبوع بنحكي عن موضوع، اليوم رح نحكي عن المشاكل الجلدية مع بداية فصل الشتاء ومع تقلب الطقس وتغيرات المناخية. أكتر شيء عرضة لأنه يصير فيه مشاكل بالفعل هو الجلد، وخاصة إذا الإنسان قابل أو عنده قبول لهالموضوع هيدا. صباح الخير دكتور. أول شيء يعني فصل الشتاء شو اللي بيأثر فيه أكتر شيء؟ هل هو التغير المناخي؟ هل هو النشاف ما في رطوبة؟ هل هو نوعية الجلد؟ شو اللي أكتر شيء بيأثر على جلدنا لنتعرض لأمراض؟ هلأ كل شيء بتتعرض له الجلد بيأثر عليها، خصوصا بالشتاء. يعني بالشتاء أول شيء عنا البرد، يلي وقتها تكون الجسم معرض للسقعة وخصوصا الجلدة، بيصيروا الشرايين الدم بيزموا بالجلدة حتى يخففوا خسارة الحرارة تبع الجسم. نعم. فبيبطل يوصل الدم على الجلدة مثل ما بالصيف، وبيصير يوصل أقل بالسقعة. نفس الوقت عنا قلة الرطوبة والنشاف بالهواء بيقدر نشاف بالجلدة، وزيادة عن هيك تغير الحرارة، يعني منكون جوا سخن نطلع لبرا مسقع، هذا كمان بيأثر بيزيد من نشاف الجلدة. نعم. فإجمالا بالشتاء الجلدة بتنشف أكتر من بالسنة. اللي هي بتسبب مع الوقت أوقات تشققات، أوقات بيطلع منه الدم، عم ما بيوصل الدم بس بيطلع منه الدم، بيطلع لأنه شيء تشقق. بس هو وقت تكون معرضة الجلدة للسقعة، وقت تكون جوا بالدفى بيوصل عادي. نعم. بس بالسقعة الشرايين بيزموا حتى رح نحكي عن كل مشكلة بمشكلتها، إشاراتها، علاماتها، عوارضها وعلاجاتها حتى ما نقصد. أول شيء في الأكزيما عند الكبار والأكزيما عند الصغار. مزبوط. هل هي ذاتها ولا هي تختلف بين الصغار والكبار؟ هلا عند الصغار بتكون إجمالا الأكزيما اللي بيقولوا لها أتوبيك درماتيتس، يعني الأكزيما اللي بتجي عند صغار أوقات الوراثية. نعم. عند الكبار فيها ما تكون، يعني اللي ما عنده أكزيما هو صغير فيه يعمل هو كبير. وأكتر شيء بنشوفه بالشتاء هو أكزيما الإيدين، يعني أغلبية العالم بيجوا على السقعة على الجو الناشف بينشفوا الإيدين أكتر شيء، لأنه هنا أكتر شيء معرضين للجو برا. أوكي. وأكتر شيء معرضين يعني للمواد التنظيف، للصابون، لهذا. فالجلدة بتكون منشفة من وراء التقس، وعادة على القصص اللي بتتعرض لها بتصير تنشف زيادة، فبيصير في حمار مع قشرة وحكة، وأوقات بيصير في تشقق بالإيدين. نعم. هيدا بنشوفه أكتر شيء بالشتاء. هلأ هيدا علاجه بيكون أهم شيء بالشتاء ترطيب خصوصا الإيدين. نعم. نتجنب نعرضهم للمواد التنظيف والمواد الكيماوية قد ما فينا، يعني وقت يكون بالشغل وهيك ينحط كفوف. وبنفس الوقت إذا كتير كانت صارت الأكزيما وصارت كتير، أوقات بينعاز كريم كورتيزون على فترة حتى تتخفف، بس أهم شيء هو الترطيب. نعم. هلا الأكزيما عند الأولاد هن بيكونوا ديجا معرضين إنه يكون عندهم أكزيما، بتزيد بالشتاء. معرضين؟ هل هون بطل يلعب العامل الوراثي دوره؟ بلا، يعني هيدا بتكون الأكزيما من الصغر، يعني بيكون عند الأولاد. في منهم يعني اللي عنده إياها هو وصغير كان كمان على كبر بترجع بتزيد، بتكون هيدا أغلب الأوقات بالوراثة. عنا السقعة أكتر شيء بتأثر عليها. نعم. عنا كمان الصوف اللي بنلبسه بالشتاء عند الأولاد اللي عندهم أكزيما بيعملون كتير مشاكل، يعني أول ما يلبسوا صوف بيكون هب الجلد. وقت نقول هب الجلد بالأكزيما بأي مناطق أكتر شيء بتظهر؟ أكتر شيء هو هيدا الأكزيما اللي بتجي عند صغر أم بالوراثة، بتجي عند الأولاد على الطيات، يعني على طيات. نعم. الإيدين، على طيات الإجرين، أوقات على الوجه، على الرقبة، هيدا كتير منشوفها. بتكون حمار وبتكون مع قشرة وكتير بتحكم بالعادة. على وجع الرقبة؟ على طيات الرقبة. طيات الرقبة. على الوجه وأوقات على طيات الرقبة. طيات الرقبة. طيب هي عبارة عن شو؟ حبيبات حمر؟ هي لا، بتجي مثل بقع حمر. نعم. قشرة. أوكي. وبتحك أغلب الأوقات، ممكن بتزعجهم الحكة أكتر من أنه الحمار والقشرة. فهيدا إذا لبسوا صوف دغري كمان ببينوا، يعني دغري بيحمروا. فهون أهم شيء العناية بالبشرة، يعني للولد أم الشخص حتى الكبير اللي عنده جلدة ناشفة أم عنده أكزيما، العناية بالبشرة بالشتاء لازم تكون مهمة. يعني ما نستعمل مي كتير سخنة بالحمام، لأنه المي السخنة بتنشف الجلد زيادة. يتنشف بعد الحمام بطريقة هادية، يعني هيك تابوت ما، مش أنه حف. ينترك شوي جلد رطب وينحط دغري بعد الحمام كريم مرطب، وكل ما كان الكريم المرطب أسمك كل ما كان بيرطب. هون يعني هون بنروح للكورتيزون ولا لا؟ هون إذا صار في بقع حمر عم بتحكي نعطي كريم كورتيزون. نعم.
وبيكون الكريم الكورتيزون القوي على الجسم مخصوصة. بس حتى اللي بيكون عند بيكون عرضة جلدته يعمل هيك حتى نتجنب هالأمور لازم إنه نهتم بجلده هيك. أهم شيء عند الأولاد نتجنب الصوف يعني يلبسوا قطن على طول. شو مضاعفاته إذا ما تعالج؟ هلا إذا ما تعالج قلنا بيعمل كتير حك يعني الولد بيكون مزعوج ما بيقدر ينام. معقول يلقط محل الحكة لأنه بيصير فيه جروحة صغيرة بالجلد، معقول يلقط التهابات يعني التهابات بكتيريا أم فيروس أم حتى شامبينيون. يعني بتصير تتفاقم المشكلة، بتصير مشكلة جلدية يعني مصر. أقوى من الأكزيما. إذا بدنا نروح على الرينو، هلا في 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 كمان حالة بتصير بالشتاء أكتر شيء لأنه تعرض السقعة في عالم هي أكتر شائعة من ما نحن بنعرف بس بيكونوا مش منتبهين له. في عالم على السقعة بيكونوا شرايين خصوصا الأصابع وأصابع الإجرين أصابع الإيدين وأصابع الإجرين بيكونوا كتير حساسين على السقعة. فوقت يتعرضوا للسقعة دغري بيزموا الشرايين، فاللي بيصير أنه بيصير الأصابع بيصيروا بيض 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 بعدين بيصيروا زرق بعدين حمر يعني بينقطع عنه الدم يعني هي بتصير هيك مراحل. أول شيء بيزموا الشرايين بيصيروا الأصابع بيض، وقتها يصيروا بيض بعدين بعد دقايق بيصيروا زرق لأنه بيقطع عنهم الأكسجين، بعدين الشرايين فجأة بيرجعوا بيفتحوا فبيصيروا حمر. هيدا بتجي مع وجع بالعادة وبتصير بس يتعرضوا للسقعة. هيدا اسمه رينو؟ هي اسمه رينو. لما مين بتصيب؟ هلا في عالم عندهم اياها بالوراثه، في عالم بتجي عندهم هيك صغار كبار صغار كبار بالعاده بتكون من الصغر حتى. في عامل وراثه بالموضوع، اوقات بتكون لها علاقه بالمرض الاوتو ايمونيتير يعني الامراض المناعه بالجسم بس مش كل الاوقات يعني اغلبيه الاوقات بتكون بس وحده بس اوقات بنعمل هيدي اشاراتها. في فيها وجع كمان من عوارضها اذا ما تعالجت هل هي خطره؟ هي ازعاج اكثر من انه خطره يعني كنت عن جد في وجع يوصل للدم لا لانه بيرجع بيفتحه. ف قد ايه بتاخذ مرحله بين كل مرحله مرحله ابيض ازرق احمر كل حدا شيء اجمالا دقائق لا يعني كم كم دقائق قصد الدقائق مش بس إيه. في اوقات تطول يعني نص ساعه ساعه حسب قد ايه معرضين للسقعه. هيدي اول ما يحسوا فيها لازم دغري يدفوا الايدين نتجنبها بتدفئة الايدين. اذا عند حدا عم تتكرر كتير بيتاخد اسبرين ام دواء للضغط في ادوية الضغط بترجل جهود الشرايين. اسبرين ليش؟ ليمشي الدم بالشرايين بشكل اسرع وافضل. اذا ما انتبهوا له وما تعالجت مثل ما عم تقولي بالمسيل او بالدفى ممكن تودي اوقات بتصير تزيد تشققات بالجلد يعني بيصير بتعمل تشققات بالجلد. في كمان طفح على الحرق، هذا في عالم ما بينتبهوا له على الحراره. نعم كمان بنشوفه اذا الجلد هذا لازم ينتبهوا العالم منه لانه خصوصا اذا قعدنا بالشتاء قدام وسائل التدفئه كثير قراب يعني قدام الدفاية شوفار شمينيه اوقات الجلد خصوصا على الاجرين من قدام يعني المحلات اللي بتكون معرضه بتعمل حمار بيجي مثل الشبكه يعني بيجي هيك مثل الشبكه احمر. هذا ما بيكون بيوجع بس بيبقى فتره طويله على الاجرين بيبقى معلم يعني بيبقى معلم يعني كأحمر يعني هذا تقريبا مثل حرق على الجلد من وراء شو شبكه يعني بيجي مثل من خل يعني بتجي هيك يعني بالنص ابيض بيجي احمر هيك زياح وبنصهم ابيض بتصير مثل شبكه يعني على مناطق المعرضه للحراره الركب ونزول او الايدين او الايدين. حتى شفتها مره عند مريضه كانت تقعد تحت ايدها على الشوفاج فصارت كل ايدها من هون. هيدي شو علاجاتها؟ هيدي بترتيب نتجنب الحراره قد ما فينا. هلا اذا طولت كثير بتطول يعني بتبقى شهر شهرين لتروح تقريبا. اذا طولت كثير وكثير كانوا مزعوجين من شكلها بينعملها ليزر بس غير هيك ما بتاثر على شيء. بينعملها ليزر. طب في كمان نوع ثاني من الاكزيما يلي هو الاكزيما الدهنيه. مزبوط. شو بتعني اذا ما نعرف عنها وكيف بتبين على شكل شو؟ الاكزيما الدهنيه هي بيعرفوها العالم كالقشره. يعني قشرة بتجي قشرة مع حمار على الشعر بالشتاء بتجي كمان عند عالم على حواجب على طيات المنخار هون على اللحية عند الرجال بتجي حسب قديه اللي هي قوتها بمنطقة الرأس يعني ما بتجي المناطق فيها تجي على الصدر يعني المناطق اللي فيها إفرازات دهنية بالجسم
هذا بالشتاء على نشافة التقس وعلى تغيير التقس بتزيد، يعني اللي عنده هذا الحالة بتزيد عنده. فحسب القوة بتجي أوقات قشرة بس، أوقات بتصير بقى حمرة كتير حمرة مع قشرة كتير سميكة هيك مدهنة وبتحك كتير. هذا لأن مثل ما قلنا غيار التقس بالشتاء بتزيد، خصوصا أنه الوجه معرض كتير للسقعة وللهواء الناشف. هذا علاجه أول شيء في شامبو، سببه بيكون في نوع من الفطريات بيعيش على الجلد، بيعيش عند الكل، لأنه عندنا بكتيريا وفطريات منيحة تقريبا بتعيش عند الكل على الجلد. هو ده العالم، هذا النوع من الفطريات عندهم مثل حساسية عليها فبتعمل هيك الجلدة طبعا. وكأنه علاجها كمان كورتيزون؟ علاجها أول شيء هو منجرب قبل الكورتيزون في شامبوان أم لوسيون بتكون للفطريات مضادة للفطريات بنستعمله. إذا كانت الحالة ما جاوبت على هالشي وكتير قوية ساعتها بنستعمل كريم كورتيزون، بس هون لازم ننتبه أنه على الوجه ما فينا نستعمله لفترة طويلة، يعني بنستعمله ماكسيما مع جمع بترق الجلدة وبصير يعمل مشاكل لأنه تترهل. من بعد ما نستعمله لنهد الوضع منتجنبه أنه نرجع نستعمل هيدا الشامبوان أم لوسيون يلي هو للفطريات. وفي كمان إذا ما جاوبت على هالشي في كمان كريمات بتعدل المناعة بالجلد شوي حتى نتجنب هذا الشيء. في حالات بتكون كتير متقدمة بيضطروا ياخدوا حبوب للفطريات بهذا. طيب في تقشير الجلد خاصة الأطراف الإيدين مش بس الأصابع، بين الأصابع والجرين والتشقق يلي بصير، وهون كمان بصير في عندك بيطلعوا دم، ممكن يعملوا يصيروا على مساحات كبيرة بيصيروا الإيدين ما بينشافوا، يعني في إلى مراحل بتصير. هيدي كيف لازم واحد يتوقع منها حتى ما تصير، وشو علاجاتها حتى تروح تختفي ولا لا بدها تضل؟ هلا هو بيبقى الشخص عنده الاستعداد انه يعمل هيك، يعني اذا بيكون الشخص عمل مره بيصير بيعمل بفتره متكرره فبيعرف حاله. عشان هيك بنتوقع من الاول. هلا علاجات حكينا اول شيء كريم كورتيزون، اذا في تشققات كتير حمراء ساعتها بدون كريم انتي يعني هيدي هي زيت الرينو؟ لا هي الاكزيما تبع الايدين. اكزيما تبع الايدين هاي الاكزيما تبع الايدين بهالطريقه هيدي فيها توصل، يعني اذا تركت وكثير تعرضت للسقعه وللهواء الناشف. طيب شو الواحد يعمل بريفنشن يعني قبل بوقت شو بيعمل؟ اول شيء تدفئه الايدين قد ما فينا، يعني ما نعرضهم لل بيعرف عنده هيك بس تصير السقعه تدفئه الايدين. مزبوط. تجنب اكثر شيء المواد التنظيف والهيدا والمواد ينحط كف قطن بعدين كف النايلون قبل اذا في شغل بالبيت. والترتيب اهم شيء. يعني انا المرضى اللي بيجوا بقول لهم حتى اكثر شيء مرتب سميك فيهم يلاقوه، يعني مثل الفازلين كل ما كان اسمك كل ما كان احسن، ينحط كل يوم عشيه على الايدين حتى يتجنبوا هالموضوع. الافضل يتغطى المنطقه يعني الاجرين بالكلسات الايدين بكفوف. ايه هلا كل ما تغطت المنطقه كل ما امتص الجلد الكريم ام العلاج اللي عم نحطه اكثر، بس مش بكلسات ام بكفوف، بنقول لهم يغطوه بنايلون. يعني كف نايلون ام كلينج فيلم بيكون احسن لانه الصوف والقطن بيمتص الكريم فكأنه ما عم. أكثر مناطق بالجسم معرضة لمشاكل جلدية بفصل الشتاء هي الإيدين والوجه. والوجه إيدين والوجه لأنه هن عرضة. أكثر شيء معرضين. هن أكثر شيء معرضين. آخر مرض رح نحكي عنه هو الوردية. شو هو الوردية؟ شو عوارضه وشو علاجه؟ الوردية هو بيجي حمار بالوجه يعني على الخدود، في كتير عالم بيكون عندهم ما بيكونوا عارفين. بيبقى حمار على الخدود مع شرايين صغيرة بتبين. في أوقات بيعمل حتى حبوب على الوجه. بيجي معه أوقات حكة شعور مثل حريق بالوجه. هيدا هيدا بالشتاء في عدة عوامل بتأدي إلى ازدياد الحالة. أول شيء عنا التدفئة، يعني هو بيجي على الهب كل شيء تدفئة، المي السخنة والحمام بالمي السخنة مع الهب بالمأكولات السخنة والشاي وهيك. وكمان الريد واين يوجلي بيزيدها كمان. إذا ريد واين إذا بيشربوا الكول ريد واين بس الريد واين بس الريد واين يعني أكتر شيء ريد واين بحسوا هب وجهن دغري. فهول أول شيء علاجه هو تجنب هودا الأشياء، يعني من أنه ما يتحمموا مي كتير سخنة، يتجنبوا الهب التدفئة الكتير قوية أنه تجي على وجهن. هلا للحبوب والحكة في كريمات بينحطوا للحمار ليروقوا، بيبقوا
كريمات معينة يعني حسب في كريم أنتيبيوتيك معين بنحط. بس أكيد دائما بنستشير طبيب ليعطينا الكريم المضبوط. بس شو الكريمات اللي ما بدها طبيب لازم تكون جاهزة ببيوتنا ببداية فصل الشتاء؟ بالشتاء ترتيب يعني ما بقدر عن جد أهم شيء ترتيب الجسم يكون عنا مرتب أكيد. يعني تنصح ببادي لوشن بعد الحمام؟ يكون كريم أكتر يعني اللوشن هو الترتيب بيجي كل ما سميك أكتر يعني أصلاً. يعني الأويل منهم بيفكروا إنه إذا حطوا بيبي أويل أم شيء بيرتبوا، لا الأويل أقل شيء بيرتب. نعم. بعدين بيجي اللوشن، بعدين بيجي الكريم اللي بيجي البوم السميك. نعم. سو كل ما كان السميك الكريم كل ما بيرتب أكتر. نعم. يلي عنده بس نشاف خفيف بالشتاء اللوشن بيزبط، بس يلي عنده بيعمل إكزيما كتير عنده جلد كتير ناشفة لا بدنا نسمك أكتر. نعم. ينحط خصوصا دغري بعد الحمام لتضل الرطوبة بالبشرة. هلا كريم كورتيزون يتحط مع يعني أكيد يستعمل على طول مع استشارة الطبيب طبعاً. يلي بيكون تتكرر عنده يعني ما بيسوى مرحلة معينة كمان بده يعرف قديش بده يستعمل. مزبوط. Thank you عليك دكتور. نشوفك next week إن الله راد.